8000 مشاهدة ب2 سنت، يعني تقريبا بنص دولار تقدر توصل ل100000 مشاهدة عن طريق حملة إعلانية على الفيسبوك باستهداف تفصيلي معين. هنطلع فاصل ونبدأ على طول حلقة النهاردة. هنشوف النهاردة مع بعض ازاي ب2 سنت فقط قدرت اوصل لاكتر من 8000 مشاهدة لناس حقيقيين، للجمهور اللي انا محتاجه، للدولة اللي انا محتاجها. البوست بتاعي يوصل لتفاعل كويس جدا في خلال 24 ساعة او اقل من 24 ساعة باستهداف حملة اعلانية على الفيسبوك. مش شرط انك تدفع فلوس كتير علشان تحصل على نتائج كويسة، بس ممكن عن طريق ذكائك بفلوس قليلة جدا تقدر توصل لاكتر من 100000 شخص، مش هتعدي تقريبا النص دولار. مبدئيا علشان تعمل حملة ممولة على الفيسبوك لازم يكون عندك على الاقل خبرة بسيطة في التعامل مع الحملات الاعلانية. في ناس ممكن تدفع لك اكتر من 100000 جنيه علشان توصل لعدد كبير من الاشخاص، وفي الاخر فعلا بيوصلوا لعدد كبير من الاشخاص، بس لو استثمروا ربع الرقم ده بطريقة ذكية وبطريقة صحيحة ممكن تحقق نتائج كويسة جدا واكتر من النتائج اللي حققوها ودفعوا فيها المبالغ الكبيرة دي. استهداف الحملات الاعلانية على الفيسبوك هو بيكسب جدا، ولو عملت حملة اعلانية صح، سواء كانت لمنتج معين انت عايز تروج ليه او صفحة عايز تكبرها، فحاول على قد ما تقدر تطبق شرح النهاردة. اول حاجة عايزك تركز عليها لما تيجي تعمل اعلان ممول او عايز تعمل حملة ممولة على الفيسبوك، فاول حاجة عايزك تركز عليها هي اختيار النيتش الصحيح. ايه هو النيتش الصحيح ده؟ النيتش الصحيح اللي هو المحتوى اللي هتقدمه او اللي هتعمل عليه الحملة، سواء كان صفحة عايز تروج لها، سواء كان حاجة عايز تبيعها، اي حاجة عايز تسوق لها، فلازم اول حاجة تحدد النيتش اللي انت عايز تشتغل عليه. تاني حاجة بعد ما حددت النيتش اللي انت عايز تشتغل عليه، قوة المحتوى اللي انت عايز تقدمه. يعني كل ما كانت الحاجة اللي انت عايز تقدمها للناس كل ما كانت قوية ومجذبة ومثيرة للجدل، كل ما ده ساعد في نجاح الحملة الاعلانية بتاعتك. يعني حاول على قد ما تقدر تستفز المشاهد على قد ما تقدر. يعني ايه تستفزه؟ مش تستفزه لا قدر الله ان انت تضايقه، لا، تستفزه يعني تخليه يضغط على المحتوى بتاعك غصب عنه. يعني حضرتك دلوقتي مثلا وليكن بتتكلم عن محتوى ترفيهي او عايز تروج لصفحة ترفيهية، فحاول على قد ما تقدر تستخدم الحاجات المثيرة للجدل او على الاقل اللي هي بيكون فيها تفاعل كبير جدا. فكل ما كان المحتوى اللي انت بتقدمه محتوى قوي ومثير للجدل، كل ما ده هيساعدك بشكل كبير على ان المحتوى بتاعك يطلع او المحتوى اللي انت بتروج ليه يطلع. ليه بقى؟ لانك كده هتشتغل على حاجتين. اول حاجة ان الفيسبوك هيجي ينشر لك المحتوى بتاعك بناء على الفلوس اللي انت دفعتها او المبلغ اللي انت دفعته. تاني حاجة هيجي لك متابعين عن طريق الشير. الشير اللي هو ايه؟ يعني لما الفيسبوك يوصل المنشور ده لشخص معين، الشخص ده لو عجبه المنشور ده وراح عامل ليه شير، فبالتالي المنشور ده هيوصل لكل الناس اللي موجودة عند الشخص اللي عمل شير ده. فكده انت ضربت عصفورين بحجر، المحتوى بتاعك كان كويس فبالتالي وصل عن طريق الفيسبوك، وبعد ما وصل عن طريق الفيسبوك الشخص ده عمل له شير ووصل للناس اللي عنده، عجب الناس اللي عند الشخص ده، الناس اللي عنده برضو عملوا شير للبوست ده، فبالتالي هيبدأ يوصل لعدد اكبر من الناس بدون انت ما تدفع فلوس زيادة عن الحملة الاعلانية بتاعتك. بس كده انت بتعمل اعلان ممول بتكلفة اقل ونتائج اعلى. فقوة المحتوى اللي انت بتقدمه بتساعدك بشكل كبير على نجاح الحملة الاعلانية بتاعتك. تالت حاجة لازم تركز عليها وهي الاستهداف التفصيلي. يعني المنشورات دلوقتي بتكون يا اما كلام يا اما صور يا اما فيديوهات، فبالتالي دلوقتي اكتر حاجة بتنتشر بسرعة دلوقتي على الفيسبوك هي الفيديوهات، لانها الاحصائيات بتقول ان الفيديوهات بتاخد اكبر عدد من الشير لو كانت الفيديوهات مجذبة ومثيرة للاهتمام. علشان تعمل استهداف صح في حاجتين لازم تركز عليهم. اول حاجة البلد اللي انت عايز تستهدفها، سواء كانت بلد معينة او اكتر من بلد بتقدر تستهدفهم، والكلام ده هنشوفه بعد شوية وبيتحدد عن طريق الحملة الاعلانية اللي انت بتعملها. تاني حاجة اشخاص مهتمين بالنيتش ده، برضو في شرح النهاردة هنشوف في التطبيق العملي بعد شوية باذن الله ازاي نستهدف الاشخاص اللي بيكونوا مهتمين بالحاجة اللي احنا بنقدمها. يعني لو المنشور بتاعك مثلا بيتكلم عن حاجة معينة ووصل لناس مش مهتمين بنفس الحاجة دي او ما بيبحثوش عن نفس الحاجة دي، فبالتالي انت كده يعتبر مش هتكسب اي حاجة خالص، لانهم مش هيتفاعلوا معاه، ولو عندك منتج مش هيتباع
أصلا، بل استهداف التفصيلي من الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها وانت بتعمل حملة إعلانية على الفيسبوك. يلا كده نروح للتطبيق العملي على الكمبيوتر ونشوف الموضوع ده بيتم ازاي، ونشوف الحملة الإعلانية اللي أنا عملتها وصلت لكام شخص بالظبط ودفعت عليهم فلوس قد إيه لحد دلوقتي. مبدئيا يا شباب هنشوف التطبيق بتاعي أولا، بعد كده هنروح نتعلم ازاي نعمل الموضوع ده. أول حاجة يا شباب دي كده حملة إعلانية أنا عملتها. الحملة دي هي عبارة عن فيديو لطيف كده تقريبا مش مكمل 20 أو 30 ثانية، فقلت أجرب عليه الطريقة دي وبعد كده أبدأ أعرضها لكم بإذن الله. هنا كده يا شباب بيقول لي إن الحملة اللي أنت عملتها دي وصلت ل 8073 شخص، هنا مرات الظهور أكتر من 8100 شخص. هنا كده التكلفة لكل 1000 نتيجة 0.02 ليرة تركية. 0.02 ليرة تركية يعني تقريبا 0.005 سنت او حاجة زي كده، يعني من الاخر كده مش مكمل 1 سنت. تعالوا كده نشوف الحملة الاعلانية دي كده انا دفعت عليها قد ايه. المبلغ الذي تم انفاقه هو 0.16 ليرة تركية، يعني المبلغ ده لو قسمته على الدولار هيجيب لك بالدولار المبلغ ده كده 2 سنت بالظبط، يعني 2 سنت وصلت بيها لأكتر من 8000 شخص. معنى الكلام ده لو 32 سنت أو 40 سنت تقريبا، يا سيدي قول 50 سنت، تقدر توصل بيهم لمئة ألف مشاهدة. عارف يعني ايه توصل بيهم لمئة ألف مشاهدة؟ ففي الوقت ده اللي هيحدد نجاح الحملة الإعلانية بتاعتك هي حاجة واحدة فقط، وهي قوة المحتوى بتاعك. طيب ده فيديو، الفيديو ده اول ما اتنشر من هنا بتاع 3-4 عملوا له شير، ومن غير الشير اصلا فهو وصل لعدد كبير من الناس. فبالتالي لو انت بتستهدف منتج معين حاول على قد ما تقدر يكون المنتج اللي انت بتقدمه ده منتج قوي ومثير للجدل علشان الناس تتفاعل معه بشكل كويس وفي نفس الوقت يجيب لك نتائج كويسة. طب يلا بقى نروح نشوف الموضوع ده بيتم ازاي وازاي تعمل حملة اعلانية بالشكل اللي انا عملته ده. مبدئيا يا شباب هسيب لك رابط اسفل الفيديو، الرابط بتاع التدوينة دي ياريت تقرأها، التدوينة هتفيدك جدا. هتنزل تحت هنا كده عشان تدخل على الصفحة اللي هسيبها لك، وعن طريقها هتقدر توصل للوصول او الصفحة اللي احنا هنعمل من عن طريقها انشاء حملة اعلانية. بعد ما تنزل تحت هنا كده هتلاقي رابط الموقع هنا كده، هتضغط على الرابط ده. بعد ما تضغط على الرابط هيدخلك على الصفحة اللي هنشوفها دلوقتي حالا دي. طبعا الصفحة دي لو دخلت على الفيسبوك نفسه مش هتعرف توصل ليها، فانا هسيب لك رابط الصفحة دي في الوصف زي ما شفنا من شوية. هنا كده يا شباب على حسب الحاجة اللي انت هتقدمها، لو مشاهدات فيديو عادي هتستهدف مشاهدات الفيديو بالشكل اللي هو ده كده، بس انصحك انك تستخدم الوصول. ليه الوصول بقى؟ الوصول اللي هو ده، لما انت حضرتك تستخدم الوصول فبالتالي هتوصل لأكبر عدد من الناس بتكلفة أقل بطريقة كويسة جدا. أول حاجة هنعملها وهي الوصول، هنيجي هنا كده هنسمي الحملة الإعلانية، مثلا الحملة الإعلانية نسميها مثلا تيست، بعد كده هنقول له يا شباب متابعة. هنا كده هيقول لي اسم المجموعة الإعلانية، برضو هنقول له تيست. هنا كده هيقول لي هتنشر على أنه صفحة بالظبط، أنا هنا كده الصفحات اللي عندي هختار الصفحة اللي أنا هنشر عليها. هنا كده شباب هيقول لي المواقع هتستهدف مواقع إيه. طبعا من شوية قلنا يا شباب الحاجتين اللي هنركز عليهم وهما المكان اللي انت عايز تسوق فيه المنتج بتاعك، وفي نفس الوقت يوصل للأشخاص اللي مهتمين بالحاجة دي. فدي كده من الحاجات الأولانية، وهي المكان اللي هيوصل للناس أو اللي انت عايز تسوق فيه المنتج بتاعك. هنا كده بيقول لي تركيا، طبعا أنا هحذفها، مثلا أنا من مصر وعايز المنتج بتاعي أو الصفحة بتاعتي توصل لناس مصريين وناس سعوديين وناس مغاربة. فنيجي هنا كده يا شباب نضمن الأماكن اللي احنا عايزين نروج فيها، فنيجي هنا كده مثلا نكتب له مصر. هنيجي هنا يا شباب كده اللي هي ايجيبت بلد، اهم حاجة يا شباب لو كده هنختار البلد. ثاني حاجة المملكة اللي هي العربية السعودية، ومثلا العراق. ومثلا نختار المغرب. دلوقتي هنا كده يا شباب بيقول لي العمر. طيب انت على حسب ما المنتج بتاعك بيتكلم او انت عايز المنتج يوصل لناس قد ايه. انا في الحالة بتاعتي انا بخلي المنتج بتاعي يوصل من سن 13 سنة لحد 40 سنة، ده لو انا بستهدف سن شباب. لو انا بستهدف اكبر من كده فبالتالي بخليه لحد 65. فهنا كده انا المنتج بتاعي مثلا على حسب بقى ما انت عايز. لو المنتج بتاعك مهتمين بيه رجال بس، عايز يوصل للرجال بس، بتحدد هنا كده رجال. لو عايز يوصل لرجال ونساء بتحدد الاثنين. لو عايز يوصل للنساء بس بتحدد النساء فقط.
هنا كده المنشور بتاعك عايز يوصل للغة العربية ولا الإنجليزية دي مش مهم. هنا كده بقى الاستهداف التفصيلي، حضرتك ما تجيش هنا كده مثلا الاستهداف بتاعك بيكون على الكورة أو على أي حاجة، تكتب هنا كده الحاجة اللي أنت مستهدف بيها، لا. أنا المنشور بتاعي مثلا لو مهتم بالترفيه أو مهتم بالموبايلات أو أي حاجة، كل اللي عليك هتيجي هنا كده هتضغط على تصفح، هنيجي عند الاهتمامات هنا كده مثلا المنتج بتاعك بيتكلم عن ايه بالضبط، وليكن بيتكلم على الترفيه، فهنيجي هنا كده هنروح محددين الكل اللي هو يوصل للناس اللي مهتمة بالترفيه. هنيجي هنا كده يا شباب هيقولي اضافة طريق التواصل، هنيجي هنا كده يا شباب هيقولي المنشور بتاعك عايز يوصل فين، هنسيبه زي ما هو مش هنلعب فيه خالص. هنا كده يا شباب بقى في حاجة مهمة جدا، هنا كده بيقولك انت عايز تدفع لكل 1000 مشاهدة قد ايه بالظبط، فزي ما انت عايز. فانا في حالتي انا بدفع 0.02 ليره تركيه وبيوصل لعدد كبير من الناس يوميا، فهنيجي هنا كده هنقول له 0.02 اللي هو انا طبعا العمله بتاعتي ليره تركيه، طبعا انت لو بالدولار مثلا وليكن هتدفع 1 سنت فهيكون 0.01 سنت، طبعا لو جيت كتبت هنا كده مش هيكتب معايا فعلشان بس اللغه. فهنا كده يا شباب انا قلت له انا هدفع لكل 1000 مشاهده 0.02 ليره تركيه، هنا كده هيقول لي الميزانيه اليوميه مالكش دعوه بيها فكك منها، هنيجي هنا كده يا شباب هنقول له متابعه، فهنا كده بيقول لي الوصول تقريبا هيوصل يوميا ل 13000 شخص فهنقول له متابعه، هنا كده هيقول لي الحمله الاعلانيه ايه، طبعا احنا مسمينها تيست، انت هسميها زي ما حضرتك عايز مش هتفرق، يعني الاسم ده مش اللي هو حاجة إجبارية عليك، انت اكتب اي اسم وخلاص. هنقول له هنا كده استخدام منشور حالي، هختار اي منشور من عندي على الفيسبوك، يعني يفضل ان حضرتك تنشر المنشور الاول على صفحتك على الفيسبوك وتيجي تختاره من هنا كده تحدد منشور، تمام يا شباب؟ فبالتالي انا عندي منشورات، هحدد اي منشور انا محتاجه من هنا. بعد كده هاجي هنا كده يا شباب هقول له تأكيد. كده يا شباب احنا عملنا حملة اعلانية، طبعا الحملات الاعلانية اللي هتكون عندك هيقولك ان هي قيد المراجعة، كده يا شباب الحملة الاعلانية بتاعتكو هتكون قيد المراجعة، في خلال ساعة او ساعتين او 24 ساعة بالكتير هيكون الحملة الاعلانية تمت الموافقة عليها، وطبعا يا شباب تقدروا عن طريق مدير الاعلانات تتابعوا الحملة الاعلانية بتاعتكم وصلت لفين، طبعا هنا كده بتلاقي النتائج بتاعتها، انا هنا كده عندي نشطة، وطبعا هنا كده بيعرفك كل شوية بالنتائج اللي وصلت ليها الحملة دي. ده كده شباب كان شرح النهاردة، لو عجبك الشرح ما تنساش لايك للفيديو، اشترك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، شكرا ليك على المتابعة وما تنساش مشاركة للفيديو علشان تعم الفائدة، رابط صفحتنا على الفيسبوك هسيبها لك اسفل الفيديو، لو عندك اي استفسار سيب لنا رسالة وان شاء الله هنجاوبك في اقرب وقت. كان معكم مصطفى امين من قناة الاحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.